مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن عزل السلطان عبد الحميد الثاني وعن الفتوى التي أسقطت، وقبل ذلك كله بصورة للحظة إبلاغه بقرار العزل. لا تنسى من فضلك الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد، وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. هذه الصورة التي ترونها أمامكم هي لحظة إبلاغ السلطان عبد الحميد بعزله. في تلك اللحظات انتهى عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وانتهى الأمل في إحياء الدولة مرة أخرى. عزل السلطان عبد الحميد الثاني من الحكم نتيجة فتوى استندت إلى الكثير من الادعاءات الباطلة والافتراءات، وكان المفتي الذي أصدر هذه الفتوى قد عبر عن ندمه الشديد، واعتبر بأنه ارتكب خطأ لا يغتفر، وتسبب ببقعة سوداء لا يمكن إزالتها من صفحات التاريخ. فلماذا عزل السلطان؟ وما هي الأطراف التي تسببت في عزله؟ زادت قوة جمعية الاتحاد والترقي التي سعت لفرض سيطرتها على الحكم من خلال إسقاط السلطان عبد الحميد. وعلى الرغم من أن هذه الجمعية هي التي تسببت في حالة العصيان التي اجتاحت البلاد، إلا أنها أرادت أن تجعل السلطان عبد الحميد يدفع ثمن ذلك، وقد أعلنت عزله من العرش. اجتمع المجلس الوطني العمومي في 27 من نيسان أفريل سنة 1909، وقررت هيئة مكونة من 36 شخصا عزل السلطان عبد الحميد الثاني من حكم الخلافة العثمانية، وقررت أيضا بموافقة جميع أعضائها تنصيب ولي العهد محمد رشيد على عرش الدولة. لكن هذا القرار كان بحاجة إلى صدور فتوى حتى يكتسب الشرعية، وكان تصديق أمين الإفتاء عليه شرطا أساسيا كي يدخل حيز التنفيذ الفعلي. هذه صورة للفتوى التي أسقطت السلطان، وقد عبر المفتي لاحقا عن ندمه الشديد، وذكر أن ذلك كان أكبر خطأ ارتكبه في حياته، حيث أنه شارك في عزل السلطان عبد الحميد. وقد تضمنت الفتوى الذرائع التالية كأسباب لطلب عزل السلطان من العرش: من الواجب والصواب تطبيق قرار عزل الحاكم أو السلطان الذي خرج عن أهل الحل والعقد لأنهم رأوا أنه إمام المسلمين، خرج من بعض المسائل الفقهية عن كتب الشريعة، ومنع تداول هذه الكتب وتباعتها، ومزقها وحرقها، وأسرف في استخدام موارد الدولة، وتصرف فيها بصورة مخالفة، وتسبب بقتل أشخاص عملوا معه في إدارة الدولة دون وجه حق، وسجنهم ونفاهم، وظلم الكثيرين منهم، وعاد عن كلامه رغم حلفه اليمين، وتسبب في فتنة أثرت على حياة الناس وتسببت بالاقتتال فيما بينهم. إلا أن السلطان نفسه أقر فيما بعد بأن الأسباب الحقيقية لعزله هو في رفضه بيع أراضي المسلمين للأجانب. وبعد تبليغ الهيئة للسلطان عبد الحميد بقرار عزله، ألقى عبد الحميد كلمات سجلها التاريخ حينما قال: أنا عملت في خدمة الشعب والأمة والدولة على مدار 33 عاما، الله سيحكم بيننا ورسوله، وسأسلم هذه الدولة على الحالة التي وجدتها فيها، فأنا لم أمنح أحدا أي حفنة من تراب الدولة، وأترك تقدير ما قدمته من خدمات لله عز وجل. وللأسف سعى الأعداء طويلا من أجل إسدالي ستار أسود قاتم على خدماتي، ونجحوا في ذلك. وقبل أن يترك السلطان غرفته أضاف: يدير هذه الدولة بسلام لعشر سنوات من بعدي، وسأعتبر أنهم أداروها لمئة سنة. وبالفعل عجزوا عن إدارة الدولة لعشر سنوات من بعد السلطان عبد الحميد، إذ أن هذا الأخير ترك الدولة في 27 من نيسان سنة 1909، وسقطت الدولة العثمانية في 31 من تشرين الأول أكتوبر سنة 1918، أي بعد 9 سنوات ونصف من قرار عزل السلطان عبد الحميد. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.